الاخت لها فقره اخرى يا شيخ تقول بالنسبه للمراه ما هو هي ما هي افضل الاعمال من العبادات التعبديه التي تزيد من حسناتها؟ المراه كالرجل في العبادات نوافل الصلاه نوافل الصوم الدعاء تلاوه القران والاذكار يستوي فيها الرجل والمراه و تكثر من ذلك في الأوقات المناسبة والممكنة لها بعد المحافظة على الفرائض في أوقاتها نعم